بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 72. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما زال الكلام موصولا في بيان الأحكام المستفادة من قوله تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ففيه وجوب الحكم بين الناس بما أنزل الله، لا بالأنظمة والقوانين البشرية والعوائد القبلية والآراء المخالفة لكتاب الله. فليس الحكم إلى قوانين البشر ولا إلى عوائد البوادي والقبائل ولا إلى علم الجدل والمنطق مما يسمونه بالعلوم العقلية، وإنما الحكم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب على عموم المسلمين، سواء كان ذلك في حق الرعاة أو في حق الرعاية. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. وقال في الرعية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويؤخذ من هذه الآية أن الكتاب منزل من عند الله، وأنه كلام الله تكلم الله به حقيقة وأنزله على رسوله، وليس مخلوقا كما تقوله الجهمية والمعتزلة ومن تأثر بقولهم من الفرق الضالة، بل هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو الدليل الأول من أدلة الشريعة. فأدلة الشريعة تدور على: أولا القرآن، ثانيا السنة، ثالثا الإجماع، رابعا القياس الصحيح. وهناك بعد هذه الأنواع أنواع اختلف فيها أدلة، اختلف فيها عند الأصوليين، ولكن هذه الأدلة هذه أما الكتاب والسنة والإجماع فهذا محل إجماع بين الأمة، وأما القياس ففيه خلاف، والصحيح أنه معتبر وأن القياس معتبر. فالحاصل أن الواجب هو تحكيم القرآن والسنة وترك ما خالفهما، وأن القرآن ليس مخلوقا كما يقوله أهل الضلال، وإنما هو منزل من عند الله، بمعنى أن الله تكلم به حقيقة وهو قول الله وكلام الله، وأنزله فهو وحي الله إلى رسوله، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكلام الله صفة من صفاته التي لا يزال متصفا بها أزلا وأبدا، لأن الكلام صفة كمال، وعدم الكلام صفة نقص. ولهذا رد الله على الذين عبدوا العجل
لأنهم يعبدون ما لا يستطيع الكلام وإعطاء الرأي، أفلا يرون لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ألم يروا أنه لا يكلمهم، فدل على أن الذي لا يتكلم لا يكون إلها، وأن الكلام من صفة الإله وهو الله جل وعلا. فإذا كان لا يتكلم فبماذا، فكيف يأمر وكيف ينهى وكيف يحلل ويحرم وكيف يخاطب عباده؟ إذا كان فهو يكون مثل الجماد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن هؤلاء يريدون أن يبطلوا دين الإسلام، لأنهم إذا أبطلوا أن القرآن كلام الله وصار مخلوق صار بطل الأساس الذي هو أساس الأدلة، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. فليست المسألة مسألة خلاف جدلي كما، أو أنها مسألة فرعية، أو أنها لا تتحمل كل ما حصل من الرد ومن بين أهل السنة ومخالفيهم في هذه المسألة، وأنها من الفضول كما يقول بعضهم، لأنهم لم يتصوروا عواقب هذا المذهب الخبيث، أو أنهم يعلمون ذلك ويتصورونه لكن أرادوا هدم الإسلام بهدم الأصل الأول من أصول أدلته. فيجب التنبه لمثل هذا القول الضال. ويؤخذ من هذه الآية: تحكم بين الناس بما أراك الله، أن اجتهاد المجتهد إذا خالف كتاب الله فإنه لا يعمل به، لأن الله قال بما أراك الله ولم يقل بما رأيت. فالحاكم يجتهد على ضوء الكتاب والسنة، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، على لكن لا يؤخذ خطأه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لكن إذا تبين الخطأ فإنه ينقض الحكم أو يرد القول الخطأ، لكن صاحبه يكون معذورا ومأجورا لأنه لم يتعمد المخالفة وقد بذل جهده في ذلك. فالاجتهاد إنما يكون مربوطا بكتاب الله. وفي هذا رد على الذين يتخبطون الآن ويقولون بحرية الآراء، وأنه لا حجر على العقول، وأنه فإن الله ردنا إلى كتابه سنة رسوله. لا مانع أن الناس، أن أهل العلم يجتهدون، ومنهم من يخطي ومنهم من يصيب، ولا يمنعون من الاجتهاد، لكن توزن الاجتهادات بالكتاب والسنة. فما وافق الكتاب والسنة فهو اجتهاد صحيح، وما خالف الكتاب والسنة فهو اجتهاد مردود. هذه مسألة عظيمة، والله لم يكلنا إلى عقولنا وأفكارنا وآرائنا، بل قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي قوله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، في آخر الآية: ولا تكن للخائنين خصيما. في هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يدافع عن أهل الباطل
يبرر أقوالهم وأفعالهم وهي مخالفة للكتاب والسنة، ولا يكون محاميا في القضايا التي يعلم أنها باطلة. وسيأتي لهذا الكلام تتمة إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.